كل التحيه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام ولكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني قبل انطلاق مباراه الاهلي وسيراميكا المباراه المؤجله من الجوله 23، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا. كابتن معتز برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. موسم اول لفريق سيراميكا في الدوري الممتاز، اكيد تركت بصمه، اكيد في استراتيجيه كانت موضوعه حققت جزء منها، لكن اعتقد لسه الموسم وتتمنوا الختام في وضع افضل من المركز الحادي عشر. طبعا اهلا بيكم واهلا بكابتن ايمن وضيوفه. مباراه النهارده باذن الله يا رب يعني تبقى ان شاء الله باذن الله تليق باسم النادي الاهلي واسم منظومه سيراميكا كليوباترا. مباراه من المباريات اللي اكيد فرق الدوري كلها بتستناها والجماهير بتستناها. زي ما انت بتقول الحمد لله سعينا ان احنا نعمل فرقه محترمه تليق باسمنا وباسم المنظومه الكبيره والمؤسسه الكبيره لسيراميكا كليوباترا. ممكن نكون حققنا بعض من الاجزاء اللي احنا المهمه بالنسبه لنا خلال الفتره اللي فاتت، لكن اكيد اول سنه لينا ممتاز ان شاء الله باذن الله. بنوعد الناس ان احنا هيبقى لينا تواجد احسن من كده، وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه تشهد يعني تالق كبير ان شاء الله باذن الله من لاعبتنا ومن النادي بالكامل. يعني عملتوا مباراة قوية جدا أمام الأهلي في مباراة الدور الأول، ومباراة الجميع أجمع أنها واحدة من أمتع مباريات الدوري. مباراة صعبة النهاردة في توقيت خلاص مرحلة الحسم بالنسبة للنادي الأهلي، النادي الأهلي ما عندوش وقت أن هو يضيع نقاط، أكيد المباراة النهاردة فيها صعوبة بالنسبة لكم. الحقيقة جميع المباريات فيها صعوبة، الدوري بالكامل بقى صعب جدا جدا، سواء المنافسة فوق على لقب الدوري أو الهروب من المنطقة الخطر في الهبوط. الماتشات كلها بالفعل صعبة، هي صعبة على النادي الأهلي وصعبة على نادي الزمالك وصعبة على كل الأندية الحقيقة. وكمان بتزيد صعوبتها بالنسبة لنا احنا ان هي جاية بعد توقف دم تقريبا 42 يوم. يمكن النادي الأهلي عنده ميزة ان هو لسه خارج من البطولات الإفريقية وبطولة الدوري بيلعب فيها المباريات، لكن احنا كان عندنا توقف كبير 42 يوم، وكان عندنا كمان تغيير جهاز فني خلال 5 أيام فاتوا، فاعتقد جايه من الصعوبه دي، لكن بنقول ان احنا مستعدين جدا جدا ان شاء الله باذن الله. الاولاد جاهزين لتقديم مباراه تليق بينا وتليق باسم النادي سيراميكا كليوباترا، وان شاء الله باذن الله نستمتع ايا كانت النتيجه. هنبارك للكسبان وهنقول هارد لك للخسران النهارده، نتمنى تكون مباراه جيده الناس كلها تستمتع بيها. يعني عايز اختم مع حضرتك كابتن معتز بنقطه في غايه الاهميه، ما كانش في نقطه كبر من فريق او مجلس اداره نادي سيراميكا في عوده الكابتن هيثم شعبان، اعتقد كان الاكثر واحد ادرى بظروف الفريق في التوقيت ده، تولى المهمه منذ 5 أيام، كان قرار موفق، قرار ما كانش ليه صعوبات بالنسبه لكم، وايضا توجيه الشكر للكابتن ضياء وجهازه. طبعا احنا وجهنا الشكر لكابتن ضياء، كابتن ضياء قيمه كبيره ومدير فني محترم وكان معاه جهاز محترم جدا، لكن ممكن تكون الظروف ما ساعدتهوش او التوفيق ما ساعدوش في الفتره اللي هو كان موجود فيها، لكن الحقيقه كان في اهداف كان وضعها نادي سيراميكا كليوباترا او اداره نادي سيراميكا كليوباترا، كان من اهمها هي تحسين النتائج واهمها تحسين ترتيبنا في الجدول، فممكن يكون الظروف ما سمحتش ان احنا نوصل للمرحله دي في التوقيت ده. فالحقيقه مجلس الاداره ارتقى ان الانسب في هذه المرحله ان اللي عارف الفريق واللي مكون الفريق واللي اصلا كان موجود خلال المرحله اللي فاتت، لان الوقت ضيق جدا، انت بتتكلم في سبع مباريات في تقريبا 21 يوم، فدايما انت بتدور على الانسب ليك في المرحله اللي انت بتدور فيها على الرجل المناسب في الوقت المناسب يعني. فربنا سهل ان شاء الله باذن الله، وكابتن هيثم يقدر يعني يلم شمل الفريق باذن الله، ونقدر نحقق ان شاء الله النهارده والماتشات اللي جايه حاجه باذن الله تليق باسم منظومه سيراميكا كليوباترا. انا بشكرك كابتن معتز، اتمنى لكم التوفيق بس بعد هذه المباراه. شكرا جزيلا، ونتمنى لبعضنا كلنا التوفيق سواء في الرياضه المصريه وكل الناس يعني تطلع مبسوطه من الاداء، اهم حاجه قبل النتيجه. شكرا جزيلا لك. شكرا.